还没住。中路中海。حقق الطفل السعودي عماد العمودي الذي لم يتجاوز 12 من العمر المركز الأول بعد تفوقه على 9000 طفل من مختلف دول العالم في الذكاء الذهني ضمن المسابقة العالمية لليوسيماس في ماليزيا. وتعتمد المسابقة على حل 200 مسألة حسابية في 8 دقائق. ونظرا لما يمتلكه العمودي من سرعة بديهية وقوة ملاحظة وتركيز عال، فقد حقق المركز الأول على مستوى العالم، مضيفا إنجازا جديدا باسم المملكة.